في اليوم العالمي للبراونيز حبيت أشارككم طريقتي باستخدام زبدة لوربك المصنوعة من القشطة اللي أعطتني طعم رائع وغني للبراونيز. أحتاج 150 جرام من زبدة لوربك، أذوبها للنار وأضيف عليها 300 جرام من الشوكولاتة بالحليب، أضيف عليها ملعقة صغيرة من القهوة سريعة التحضير وملعقة كبيرة فانيليا. لما نذوب تماما أحطها في زبدية وأضيف عليها سكر أبيض سكر أسمر وأخفق لما يذوب السكر تماما. أضيف 4 بيضات بالتدريج، أضيف عليها دقيق وبودرة الكاكاو، أضيف عليها كمان رشة ملح، أخلط بخفة وما أبالغ بالخفق، أضيف عليها فول سوداني مطحون وأضيف عليها قطع شوكولاتة، أخلطها وأحطها بالصينية وأحط عليها طحينية سائلة وتروح على فرن حرارته 160 درجة مدة 30 دقيقة. قطعتها وقدمتها، طلعت معايا أحلى براونيز بزبدة لوربك اللي تحلي كل الوصفات. وبالعافية.